بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على الـ control of micturition أو اليورينيشن التبول. When urinary bladder fills with the about 250 مل، يعني حوالي 250 ملي، يحصل إن الـ stretch receptors زيها زي اللي كانت موجودة مثلا في الألفولاي اللي كان موجودة في اللونج، اللي هي مستقبلات التمدد دي يعني مسؤولة، تقول يحصل لها إيه؟ send sensory nerve impulses، تدي تبعت الـ sensory input اللي هي يعني مدخلات حسية، تبعت نبضات عصبية حسية للـ spinal cord. الـ spinal cord الحقيقة يبقى يبعت الموتور output أو الموتور nerve impulse، نبضة عصبية حركية للـ urinary bladder to contract عشان يحصل له contraction، انقباض تقلص، وبالتالي تؤدي إلى ريلاكسيشن في الاسفنكتر، الانترنال اسفنكترز الموجوده في الكيدني في اليورينال بلادر، وبالتالي يؤدي الى اليورينيشن، تفتح الفتحات بتاعه اليوريثرا، وبالتالي يحصل خروج البول من اليورينال بلادر. ده لو مثلا في الادلت، وبالتالي الطفل ما يقدرش يتحكم في نفسه قوي. ليه؟ لان بتبقى عمليه ريفلكس ارك، يعني رد فعل ايه عصبي، سنسور انبوت، وبعد كده موتور اوتبوت، مفيش انتجريشن، مفيش سنسيشن. لكن في الادلت بقى بيحصل السنسيشن ده عن طريق البرين طبعا، لان بيتحكم في ايه، في اليورينيشن، وبالتالي يعمل ديلاينج للتايم اوف يورينيشن تو سيتابل تايم، لما يبقى في وقت ايه متاح. يبقى في الادلت ممكن يعمل عمليه كنترول في اليورينيشن، لان البرين ديلاي ذا time of urination. ده الدياجرام يوضح لك ان الريفلكس ارك اللي بادئ من السباينال كورد، لما يحصل ان البول ده ياخد حوالي 250 مللي كده، يبدا تبعت السنسري انبوت تو ذا سباينال كورد، يعمل ايه، يبدا يبعت هو الموتور اوتبوت بتاعه، موتور امبالس ليه اليورينال بلادر عشان يحصل لها كونتراكشن، وبالتالي الانترنال سفنكتر دي تتفتح، يحصل لها ريلاكس، تبدا يخرج البول عن طريق اليوريثرا. طالما ان في هنا اكسترنال سفنكتر ده اندر ذا كنترول اوف ذا برين، يطلع والسبانال كورد يطلع الاوردر للبرين، فالبرين يعمل ديلي للاوتبوت اوف ذا ميكتوريشن. طبعا عن طريق اللي برضو اللي هو السوماتيك نيرف اللي هو الفولنتري الارادي، بتحكم بقى في عمليه فتح وغلق العمليه. الباراسمبثيتك اللي هو انفولنتري، سواء كان كده او كده، لكن لما يبقى فيه دخول او اشتراك للبرين ده طبعا في الادلت، وبالتالي يعمل delaying للميكتوريشن فور ذا سوتابل تايم. يبقى في سنسور اوتبوت، في ان الموتور اوتبوت، وبالتالي يحصل ريلاكسيشن برضه بعد كده للاكسترنال سفنكتر، يبدا يخرج الايه البول، عمليه الميكتوريشن اللي بتحصل في الجسم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.